السلام عليكم. صافا شكون؟ كي دوزت؟ والله لا مزيان ولكن شويه ماشي ديك مزيان اللي كتعرف. كيفاش شويه؟ وقاصح شعبة اليوم دوزنا هاد المادة قاصحة كونطابيليتي. هي 11 ورقة. و 12 ورقة شمن 11 ورقة وكل. حطوا لك هذيك 12 ورقة كيفاش؟ وانت راه بعدا باش كتحسبهم في الطاولة كيجيوك بزاف باش تراجعهم. واش فهمتي؟ كيزيدو شي الاساسي اللي كيبقاو يستريسيو شي شويه حاضيك من هنا والاخر حاضيك وحا ما كاين والو حنا جايين حافظين غير هو داك لو ستريس وكانت لاباري عاود لي كيعطيك اه ضروري لاباري كيجيو يقلبوك صراحه هو كاين الزير مزيان كيزيرو ولكن كاين لو شوك واش فهمتي كتجي كتشوك كتجي ما كتبقاش موتيفي كيجي الاستاذ عرفتي هذيك الاستاذه وانت كتجي من هنا وكتجي التسبيح دارت بيا انا التسبيح كيفاش سمعت؟ عدة السبيح بقات حتى كتسبح بيا انا واقفه حدايا الدريه ملي والدريات اللي دايرين الزيف ناقلين ما دارتش عليهم حنا اللي جايين حافظين حاضي انا المهم فيها خير الشرجم ديال القاسم ما كانش وانت الشرجم مزموطه صاحبي راه باش شحال خصك تفرقع الشرجم صاحبي المهم الشرجم ماشي مشكل التنفس غتنفسو واش فهمتي البلاصه غير داك لو شوك يدير لك الاستاذ كيجيك شويه قاصح ما شاء الله ما عارف اش كاين ما عارف واش فهمتي هاد الماده شويه ما درتش فيها والو والله كونطاب براسو عنده ديبلوم ديال الكونطاب غيجي براسو غيشوف شي حال غيدوك 12 ورقه باش يبقى يحسب وعندك ثلاثه السوايع والاستاذ واقف لك هنا والاستاذ واقف لك هنا وهادشي واحد صعيب بزاف الكونطاب راه كيبقى يومين ثلاث ايام هو كيبقى باش يلاه كيجيب ورقه جوج ورقات مع الكليان اما حنا راه 12 ورقه راه قاصحه شويه والله تقاصحه علاش حيدوا لك التليفون؟ لا ماشي حيدوا لي التليفون في القيف كنت هابط باغي نعيط لماني الدار انا ما كندخلوش في القيف كنعطي الاستاذه صراحه الخرجه باش نعيط نعيط لماني الدار باش نعيط باش يجيو لي حتى كنسخن من درب السلطان كنجي حتى للحي محمدي باش نعيط للوالي نقول ليه يجي ورايا كيجي يحيد لك التليفون دابا سير شد الطاكسي ولا ماشي شغلو هو كاع المهم التليفون ممنوع في المدرسه غير حنا كندخلو باش نعيطو ماشي باش نخلو لا ما عطاهوش ليا قال لي حتى العشيه عاد نعطيه لك شنو تقول للاستاذ استاذه سبحتي بيا بزاف والله ديتي الاجر والله ديتي على ظهري الاجر شوف هالبنات شوفي العيالات حطي العيالات والراجل يحدي الراجل ما تبقايش منافسه الاخر